مايكروفونات مسكرة عشان ما يصير تشويش بالباك جراوند. كيف يعني؟ يعني أبسط سؤال، لو حكينا الدينار كم فلس بيحتوي، نحكي واحد دينار بيساوي 1000 فلس، هذا conversion factor. أنا عم بحول، بعمل conversion between different units. عندي 1 دينار بحوله لفلس، بالدينار بوحدة الدينار عندي 1 دينار، إذا بدي أحول هذول للفلس by unit of fils بصير عندي 1000 فلس. فهذا conversion between units using a conversion factor. conversion factor اللي استخدمته حتى أحول بين الفلس والدينار هو كم فلس موجود بالدينار. هلا رح تتوضح الأمور بعد شوي. ليش بدنا نتعلم الطريقة هاي؟ أول قبل ما أكمل dimensional analysis، هذا التعريف الرسمي إلها، أنا بعرفها تعريف خاص فيه، بعرفها an a calculation an error free method of calculation. هاي مفهوم dimensional analysis بالنسبة لي، error free method of calculations يعني طريقة للحسابات، الحسابات العلمية بالذات، لما تعمل حسابات بالكيمياء بالفيزياء بالشغلات هاي بالهندسة، خاصة بالفيزياء لأن فيها وحدات معقدة كتير الفيزياء، إذا بتستخدم الديمنشنال أناليسز أنت بتضمن أنك توصل للجواب الصحيح إذا وصلت لليونت الصحيحة. فإذا استخدمت الديمنشنال أناليسز وبالنهاية ضل عندك اليونت اللي أنت بدك إياها بيكون حلك صحيح 100% حتى لو ما كنت عارف شو اللي عم تعمله. بينما إذا وصلت لجواب واليونت تاعه طلعت مش اليونت اللي أنت بدك إياها فحساباتك أكيد خاطئة حتى لو كنت عبقري زمانك، لو كنت أينشتاين. فكيف نستخدم الديمنشنال اناليسيس؟ هاي دائما بيعطيني المساله كم فلس موجود بالدينار، فببدا بالكوانتيتي اللي اعطاني اياها بالمساله. بالمساله اعطاني 1 دينار فهاي بسميها الجيفن كوانتيتي 1 دينار، بدي احولها لشو؟ كونفيرت تو يونتس اوف فلس يوزينج اي كونفرجن فاكتور. اذا الجيفن كوانتيتي بدي اضربها بكونفرجن فاكتور بحيث احول اياها للديزاير كوانتيتي اللي انا بدي اياها. خليني بس أطلع البوينتر عشان تشوفوا أنا وين بأشر. هون يعني الـ given quantity اللي هي 1 دينار أضربها بـ conversion factor، بحيث الـ conversion factor هذا بده يشيل للدينار أختصره وحط محله فلس، بحيث أحصل على هون بالأخير فلس اللي هي desired quantity. بعبارة تانية الـ given quantity يكون فيها الـ given unit اللي هي رح تكون هون دينار، أضربها بـ conversion factor. الـ conversion factor بده يحتوي على 2 units، واحدة منهم بدها تكون الجيفن اللي بدي اخلص منها، حتى اخلص من جيفن كوانتيتي لازم احطها وين؟ تحت. طب احط هون الجيفن كوانتيتي بالاكزامبل تاعي دينار، هون 1 دينار وهنا بحط دينار، فوق بحط الديزايرد كوانتيتي. شو هي الديزايرد؟ الفلس. فبصير 1 دينار فلس على دينار، بحط كم فلس موجود بالدينار، بختصر دينار مع دينار الجيفن كوانتيتي بروح بضل عندي ديزايرد كوانتيتي. اذا انتهينا بالديزايرد يونت، اذا انتهينا بالديزايرد، الحل صحيح 100% بغض النظر عن شو اللي عم تشتغله انت. نكمل بعد ما هذول بيزعجوا فينا، ما بدي اسمح لكم تدخلوا، بدي ادخلوا عن طريق الإلياني. هلا قبل ما نكمل نحكي على شوي شو هي الكونفرجن فاكتورز اللي راح نستخدمها حتى نستخدم الديمنشنال اناليسيس ان اور كالكوليشنز. كل الايكواليتيز اللي بنعرفهم هذول راح يكونوا conversion factors. أول conversion factor أو واحد من ال conversion factors اللي هو 1 inch. دكتور. نعم. دكتور لو سمحت. الشاشة مش مبينة. ال. الشاشة. كلها مش مبينة الشاشة؟ كلها أبداً. مبينة 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 مبينة. دكتور. الحال تطلع ترجع تطلع. هيك بينت. هيك بينت دكتور. المشكلة عندك بتكون أو زي ما حكيت بيكون في تأخير بالنت لأنها ضعيفة. تكون النت عندكم ضعيفة بتطول تتوصلكم. إذا صار أي مشكلة نبهوني، بستنى شوي. أوكي، فال 1 inch equal 2.54 سنتيمتر exactly، هذا conversion factor يعني كل 1 inch بيساوي 2.54 سنتيمتر. هالإيكواليتي هاي بعمل منها 2 conversion factors، بحكي there is 1 inch
in every 2.54 centimeters. هذا converging factor. هذا راح يحول لي السنتيمتر لإنش. والconverging factor هذا كمان مقلوب وراح يكون converging factor equivalent to 2.54 centimeters in one inch. There are 2.54 centimeter in one inch. هذول اثنين conversion factors متساويين، بس هذا بيحول لي السنتيمتر لإنش وهذا بيحول لي الإنش لسنتيمتر. هذا وهذا قيمته متساوي equal one لاثنين. كل conversion factor قيمته unity، لأنه هو الأرقام هاي بتختلف لأنه غيرنا الوحدة. واحد بالإنشز بيساوي 2.54 بالسنتيمتر بس. من الconverging factors التانيين كمان احنا بنعرف كل واحد مليمتر بيساوي 10^-3 متر، فهذا بقدر أعمل منه كمان two conversion factors. بقدر أحكي 1 مليمتر per 10^-3 متر نفسه، وبقدر أعكسه أحكي 10^-3 متر per 1 مليمتر. كمان الحكي هذا صحيح. بقدر أنزل 10^-3 هاي هون كمان، إذا نزلتها هون بصير 1 متر 10^-3 مليمتر. فممكن نلعب بالماينس هون كمان مش بس باللوح. فكل الإيكواليتيز هذولا 1 إنش 2.54 سنتيمتر المليمتر والمتر الكيلومتر والمتر الباوند والكيلوغرام أو الباوند والجرام اليارد والإنش، كلهم هذول بنسميهم converging factors. والconverging factors من الآن بنحكيها النقطة هاي بننبهكم لها، إنه الconverging factors هم فيهم infinite number of significant figures. يعني لما بستخدم أي من الconverging factors هذول في عمليات الحسابية ما بعد فيهم significant figures، لأنه فيهم infinite number of significant figures. يعني بحكيش يعني عندي هنا one significant figure وهنا three significant figures. هلأ نطبق الحكي هذا، نشوف ناخذ المسألة البسيطة هاي. How many milliliters are in 1.63 liter؟ How many milliliters are in 1.63 liter؟ مرة ثانية ارجعوا للقواعد اللي حكيها. دائما ابدأ بالgiven quantity اضربها في conversion factor اللي هو desired over given، رح يعطيني desired لأنه الgiven بتكون مع الجيمن ده سيم يتول كانسل. خلينا ادخلك يا بشر احمد، خليني اشوف شو بشر احمد دخلت على السيستم. بشر اللي دخلناه الان يجاوبني. نعم دخلت؟ نعم شكرا دكتور. انت نعم. بأي شعبة يا بشر؟ أربعة. انت بشعبة أربعة؟ مسجل رسميا بشعبة أربعة؟ رسمي. منين دخلت طيب؟ دخلت من الليرنينج في رابط ودخلت عليه. ليش حطك باللوبي؟ الشباب كلهم دخلوا من الإي ليرنينج وما حطهم باللوبي. دكتور. بس دكتور ممكن أقول له إيش المشكلة اللي عنده؟ تفضل. بس بشر أنت المشكلة اللي عندك إنه حساب التيمز لما عملته كان مفروض تحط الإيميل تبع الجامعة عشان يصير يدخلك على محاضرات الجامعة دايركت، بس أنت شكلك عامله على إيميل شخصي، فلما تيجي تدخل من حتى من الإي ليرنينج راح يعمل إذن للدكتور إنه يدخلك، فأنت بدك تعمل حساب جديد بإيميل الجامعة. أنا هيك كانت عندي قبل شوي. يا مرة تانية لبشر بتضبط أمورك، لأنه أنا كل واحد باللوبي بعتبره هو قست من خارج الشعبة ما بدخله. لاحظ أنت ضربت بيجي 50 مرة حتى دخلتك يعني من الإزعاج بس. وهلأ كمان دخلنا واحد، آخر واحد دخل هلأ 9QZ حاط له رموز يجاوبني اللي دخل هلأ دخلته. آخر واحد دخلناه كان باللوبي مين؟ اللي دخلته هلأ آخر واحد اللي حاط رموز باسمه. أنا دكتور. مين حضرتك؟ أنا أنوار، بس أنا فتت من الإليرنينج يعني. لا بس كنت بالواحد كان باللوبي هلا وأنا دخلته. لا أنا دكتور أنا كنت فايت على الإيميل القديم ودخل على طول على السيستم هون. لا أنا فتت على رابط قديم، ما انتبهت أنه أنت بعت رابط جديد. انتبهتي إيش؟ لا دكتور. طيب كمان مرة، آخر واحد دخلنا حاط رموز بحال مكان الاسم.
هياته مكتوب عنده جست G9Z5WXA. جاوبني هلا بشيلك من الميتنج إذا ما جاوبت. اللي حاط محل اسمه G9Z5WXA اللي كنت باللابي دخلناه قبل شوي. دكتور أنا فوت قبل شوي بس ما اسميش هذا الاسم. هاي مكتوب الأحرف اللي عم بقرأها وقست. مين حضرتك؟ اسم حسام شير. أه؟ حسام شير. مين حكت لك؟ اللي اسمها أنوار يمكن هي اللي هيك اسمها. هي حكت. هذا أنوار أنت هذا الرمز إليك؟ لا الصوت مش واصلني. الجي 9 زي أنا حاط صورة دكتور. لا مو أنوار مش هي معنا دكتور خلص طلع. طيب هاي move from meeting ولا تضرب مرة تانية. ها خلص لا تضرب مرة تانية. هلا باين السلايدات عندكم؟ واضح أستاذ. أوكي واضح باينة باينة. فهلا نبلش بالgiven quantity. برجع على المسألة الgiven quantity اللي هي 1.63 لتر. الكمية عندي 1.63 اليونت تاعها لتر. فببلش بالgiven quantity بضربها بconversion factor. تبعوا معاي هلا الconversion factor بدي أحول الليتر إلى مليليتر. معناه لازم أختصر الليترز. حتى أختصر الليترز لازم أحطها هون وبدي محلها بدي أنا الديزيرت اللي هي المل. فبحط من فوق بدي اختصر الليتر بحطها تحت فبيكون الكونفيرجن تاعي هو ملي لتر بير لتر. بدايه بنحط الكونفيرجن فاكتور اليونتس بعدين بفكر بالرقم. هلا بسال نفسي كل واحد لتر كم ملي لتر بيساوي؟ 1000. كل 1000 ملي لتر يساوي 1 لتر. هلا صار عندي ليتر مع ليتر بتختصر ضل عندي شو مليليتر وأنا شو بدي بالجواب يكون مليليتر. وصلت للوحدة الصح معناه الشغل 100% صح. مرة تانية بغض النظر حتى لو كنت مش فاهم شو اللي عم تعمله هون إذا وصلت للوحدة الصحيحة حلك صحيح. فعشان هيك أنا بسميها error free method of calculation لأنه بدي أفترض الطالب غلط بالconversion factor. خليكم معي بس أكمل هالنقطة. غلط بالconversion factor في حد بيحكي يسكر مايكروفونه. إذا الطالب أخذ الgiven quantity 1.63 وضرب بconversion factor استخدم الconversion factor 1 liter per 1000 milliliter. الconversion factor هذا بعده صحيح كل واحد لتر فيه 1000 milliliter. لكن لما بطلع الجواب شو راح يطلع عندي؟ بيطلع 0.0016 liter square per milliliter. هل هذا الوحدة اللي بدنا إياها؟ لا. إذن الحل مش صحيح حتى لو كنت أينشتاين. حلها غلط راجع الحل مرة ثانية. الطريقة هاي لما تستخدمها بتعرفك إذا أنت حليت صح أو حليت غلط. واضح كلامي؟ مفهوم؟ شباب وصبايا؟ All right. Very good. واضح. Very good. Very good. في حد عنده واضح دكتور. حد عنده سؤال؟ دكتور سؤال فني. تفضل. إحنا بالمدارس كنا نأخذ مثلاً كنا نقول مثلاً كل 1000 مللتر يساوي 1 لتر. حط سهم طالع من جهة اليمين وحط تحتيها كل كم مللتر يساوي لك. هاي نفس الطريقة. هاي نفس الطريقة. يعني نفس التناسب. هي نسبة. يعني أنا حلفت هيك صح؟ هي نسبة تناسب. هلا حط هذولا 1 لتر بتساوي 1000 وحط تحت الواحد حط 1.63 بتساوي كم وحطهم ضرب حط الأرقام وطلع عليهم تلاقيهم نفس الفورمينا. هاي بتلاقيها 1.63 على واحد مضروبة في 1000 مش تطلع معك هيك؟ مظبوط طلع نفس الجواب. فهي نسبة تناسب. بس أنا الطريقة هاي بسميها طريقة العلم والعلماء الديميشنال أناسيس الإيرور فري ميثود أوف كالكوليشن. الطريقة هذيك بسميها طريقة الدكانجية تبع السوبر ماركت. البيضة بقرش نص الأربع بيضات بصيروا بست قروش. فالطريقة هذيك صحيحة ما بس في هناك في احتمالية للخطأ. هناك احتمالية هنا لا الوحدة بتدلك. راح أورجيكم كيف ممكن الواحد يخطئ بالطريقة هذيك لاحقا.
نروح على السلايد. نعم نعم يلا. فمرة تانية لما وصلنا لما طلع معي هنا وحدة، مش الوحدة اللي أنا بديها، معناها طريقتي خاطئة في الحسابات، معناها لازم أرجع أعيد الكالكوليشن مرة تانية أشوف وين أنا. هلا هني في اللي بعدهم مسألتين بجوز أو ثلاثة. المسألة الأولى عشان تتدربوا على الديمينشنال أناليسيس، ونصيحة مجانية لكم، حلوا المسائل هاي لحالكم من غير ما تطلعوا على حلهم، اتدربوا عليهم وحلوا كمان كم من مسألة باستخدام الديمينشنال أناليسيس حتى تتقنوها. إذا أتقنتوا العملية هاي عمركم ما تتركوها ولا بتعرفوا تحلوا مسألة بعدك إلا تستخدموا الديمينشنال أناليسيس فيها، لأن راح تشوفوا إنها ريحة كتير وبتريحني وبتجنبني أخطاء كتير. Density of gold is دكتور. نعم ممكن سؤال دكتور؟ اسألي دكتور. هسا الواحد إنش تساوي 2.54 نحفظها هاي ولا تكون معطية بالسؤال؟ الconversion units مطلوب منكم تحفظوا prefixes فقط، prefixes فقط، أي unit conversion تاني غير prefixes نعطيكم إياه. يعني الانش والسنتي بعطيكم إياه، الباوند والجرام بعطيكم إياه، اليرد والانش والهذول كل والفوت كله بنعطيكم إياه. مطلوب منكم فقط prefixes، يعني ما بقول لك إيش الكيلو كم جرام فيه مثلا، لازم أنت تعرفيها من prefixes. اه تمام دكتور، بس اذا في مجال سؤال. اه هسه الدوسي تبعت هاي الدايمنشنال اناليسيز نازله. هي دوسيه هي دوسيه لسه بناخذ فيها السلايدات قصدك؟ اه شابتر 1 كله، هاي من ضمن شابتر 1 ونازله معهم. ايوه تمام دكتور شكرا. اوكي نحل المسألة باستخدام الديمنشن أناليسيس. سكروا الميكروفونات، سكروا الميكروفونات يا طلاب. إذا بضل حكي جانبي بين الطلاب وبعض، في عندي أوبشن أنا أسكر ميكروفوناتكم وما تقدروا تفتحوهم، فبسكرهم بس بصير ما بصيرش في مجال إلكم تسألوا، يعني مش لصالحكم الحكي هذا، بسكرهم وبعطي المحاضرة هالأربعين الساعة وربع مثلا هذا بعطيكم إياهم وراء بعضهم وظني طالع، ما بتفرق معي، بس أنا بحب يضل عندكم مجال تفتحوا الميكروفون لما بدكم تسألوا، بس لا تعملوا أحاديث جانبية وتقطعوا علي المحاضرة. نرجع للمسألة. The density of gold is 19.3 gram per cubic centimeter. Convert the density to pound per cubic inch. معطيكم من تحت الباوند والجرام كم بيساوي والإنش والسنتيمتر كم بيساوي. مرة تانية ارجعوا ل square number one خلينا نسميه، اللي هو ابدأ بالgiven quantity. الgiven quantity عندك اللي هي 19.3 gram per cubic centimeter. هاي الgiven quantity. بدي أحولهم لشو؟ بدي أحولهم لباوند بير كيوبيك إنش، يعني بعبارة تانية الجرام بدي أحولها للباوند والكيوبيك سنتيمتر بدي أحولها لكيوبيك إنش، يعني صار عندي 2 units هون بدي أحولهم، معناه أنا بحاجة إلى 2 conversion factors. conversion factor الأول اللي رح أحول الجرام لباوند، يعني بدي هون باوند وهون جرام، تمام هيك؟ واضحة الأمور؟ واضحة تمام تمام واضحة. منين بجيب الأرقام هاي؟ أنا بعطيك إياهم 1 pound بجيب الواحد وبحطها عند الباوند equal 453.6 جرام، بجيبها لعند مين بيختصر هلا؟ الجرام. صار عندي pound هلا، إذا بطلع الجواب بيطلع الجواب pound per cubic centimeter. شو بدي أنا؟ بدي per cubic، يعني بعدني ما وصلت للجواب، لكن الباوند بدي إياها بخليها خلص ما عاد أصيبها، بروح على الجزء الثاني بدي سنتيمتر كيوب أحولها لإنش كيوب، يعني بدي محل السنتيمتر يكون انش كيوب، بحط الانش كيوب هون عشان اختصر سنتيمتر بحطها وين؟ فوق، فبدي conversion factor سنتيمتر بير انش، عشان سنتيمتر تختصر مع سنتيمتر ويصير عندي تحت pound بير انش. هلا الconversion factor كمان انا بعطيك اياه كل 2.54 سنتيمتر رح يساوي 1 انش، لكن هذا كيوب بعمل كيوب هون، بدكم تنتبهوا للنقطه هاي كثير الطلاب بيغلطوا فيها هاي، الكيوب بيكون للجميع الرقم مع اليونت تاعه، بعمل 2.54 سنتيمتر كلها كيوب وال1 انش كلها كيوب، يعني كيوب للرقم وكيوب للسنتيمتر. هلا كيوبك سنتيمتر مع كيوبك سنتيمتر بيطيروا، بس لا تنسوا تكعبوا الرقم لما تصفوا العمليه، صار عندي باوند بير كيوبك انش، هذا الديزايرد معناه حلي صحيح، بطلع الجواب على طول.
هلا ضل نكتب الجواب بال proper number of significant figures. كم significant figure لازم يكون بالجواب؟ حد يعطيني جواب أشوف؟ ثلاث. ليش؟ لأنه أنا بأخذ ال given quantity القيمة اللي بلشت فيها أنا بأخذ منها significant figures. أخذ ال measured quantity هاي فيها three significant figures. هذا convergent factor infinite. هذا convergent factor infinite. الجواب يكون سكرول مايكروفونات. دكتور شو رأيك تعمل ميوت أول؟ تنحرموا من الأسئلة هيك. دكتور أنت سامع الإزعاج. طيب بدي أفتكر المايكروفون. دكتور رح يكون في ريزان صح؟ إيش؟ دكتور الأسئلة عرفت اليد. خليني أسكر المايكروفونات أول. خلاص هلا سكرت الميكروفونات أنا، المفروض هلا ما حد يقدر يدخل. كل فترة وفترة بعطيكم مجال للأسئلة. برجع للمسألة هاي. الـ number of significant figures عندي هون 3 infinite. infinite الجواب لازم يكون 3 significant figures. لازم توقف عند السبعة. لازم أقرب أعمل rounding off للاثنين هاي. الاثنين أقل من خمسة معناها round down. round down معناها remove the numbers. فبضل الجواب 0.697 pound per cubic inch. هلا نفس المسألة هاي ما راح نكملها طبعا أو مش راح أحل التنتين هذولا. convert density to kilogram per cubic meter and to pound per cubic foot. بتشوفوا بتفتحوا الكتاب تاعكم أو بتفتحوا على النت وبتشوفوا العلاقة بين الفوت والإنش والسنتيمتر أو المتر عشان تحولوا. فبتحولوا لي 19.3 جرام per cubic centimeter، يعني بتبلشوا the same beginning هاي، نفس البداية هاي، وبتحولوا ليها لكيلوغرام per cubic meter، ومرة تانية بتحولوها لpound per cubic foot. المرة الجاية بسألكم عن الإجابات، اعملوهم لحالكم، ونصيحة إنكم تعملوهم وتتدربوا على dimensional analysis مرة تانية. خليني أروح للمسألة الثانية وبعدين بفتح لكم الميكروفونات. The speed of sound in air is about 343 meter per second. What is this speed in miles per hour? معطيني سرعة الصوت هو بالهواء 343 meter per second. بده نحول إياها لmiles per hour. مرة ثانية هاي معطيكم أنا. الواحد مايل بيساوي 1609 meter. 1 hour 60 minutes 1 minute 60 seconds. إذن الـ given quantity لـ 343 meter per second وبدي أحولها لـ miles per hour، يعني الميتر بدي أحولها لـ mile، هاي الـ convergent factor، والسكند بدي أحولها لـ hours. أحول السكندز لمينت بعدين بحول المينتس لـ hours. هنحول المايلز أول، بدي convergent factor واحد يكون الميل فوق والميتر تحت، وهذا معطيني إياه هو 1 mile equal 1609 meter. نختصر الميتر، هاي صار عندي بالميلز بير سكند. بدي احول السكند لاور، في عندي بين السكند والاور في عندي مينتس، لازم احول السكند اول لمينتس. اذا بضرب بفاكتور كم سكند بير مينت في عندي، الفاكتور هياته 60 سكند بير مينت، نختصر المينت. بعدين بحول المينتس الى اور، بدي minute فوق وhour تحت، وهذا كمان كل 1 hour بتساوي 60 minutes. نختصر المينت، صار عندي miles per hour، وأنا بدي miles per hour. إذا هذا الحل الصح وهذا الجواب الصح. مرة ثانية الجواب راح يكون فيه 3 significant figures لأن هذول كلهم converging factors. كمان مرة نتوقف عند السبعة. نعم داون. آخر مسألة. How many micrometer are there in 1.5 10 to minus 7 kilometer? كمان مرة. Start with the given quantity 1.5 10 to minus 7 kilometer. بدي أحولها لميكروميتر. ما بين prefixes إحنا ما أخذنا علاقة بين الكيلومتر والميكروميتر. لكن في عنا علاقة بين الكيلومتر والميتر وعلاقة بين الميتر والميكروميتر. فبحول الكيلومتر أول لميتر. كم متر موجود بالكيلومتر؟ نعرف إنهم 1000 10 to the power 3 meter per kilometer. بختصر الكيلومتر
هلا بدي احول المتر لمايكرومتر، كم مايكرومتر موجود بالمتر. هلا هون بقدر استخدم اكثر من رقم، بقدر احكي 1 مايكرومتر equal 10 to minus 3 متر، هذا البريفكس اللي اخذناه. وبقدر احكي 10 to the power 3، يعني هاي 10 to minus 3 كانت هون برفعها لفوق بصير 10 to the power 3 مايكرومتر equal 1 متر، وهذا اللي انا سوري 6 انا حكيت 3، 10 to the power 3 اللي هي المليمتر، 10 to the power 6 مايكرومتر equal 1 متر. المتر تختصر بضل عندي مايكرومتر، وهذا اللي بدي اياه. اذا هذا الحل الصحيح زي ما حكيت، وهاي بحكي اما 10 to power 6 مايكرومتر equal 1 متر، او بقدر استخدم 1 مايكرومتر equal 10 to minus 6 متر. ارفعوا الرقم هذا لهون بصير 10 to the power 6 اللي هو conversion factor. يعني بقدر نستخدمهم بالصورتين هذول، خلي 10 to the power تحت او فوق ما any question. في أسئلة هلا تقدروا تفتحوا الميكروفون. في أسئلة دكتور؟ سؤال لو سمحت. دكتور احنا لما نحول من كبير لصغير بنضرب بالعدد الموجب، ولما نحول من صغير لكبير بنضرب بالعدد السالب. والله عمري ما حفظتها هيك، ولا بدي احفظها ولا بدي اغلب حالي. بعد ايش نحفظها؟ كيف نحفظها؟ بدك تحفظها انه تحفظ الواحد متر، خلني اسهلها عليك، نحكي بالمتر والكيلو. لا الجرام والكيلوغرام. تمام. الكيلوغرام كم جرام؟ ألف. ألف. فلما بيكونوا هذول فوق بعض، عند الكيلو بتحط واحد وعند الجرام بتحط ألف. وضحت وضحت دكتور. هلا هلا المتر كم مايكرومتر؟ 10 أس 6. إذا 10 شو عند المايكرو والواحد عند المتر. أيوة أيوة تمام. شكرا. لا تحاول تحفظ الوحدات وفكر بالإشي منطقي. يعني لو قلت لي مثلا لو حطيت هنا واحد 1 مايكرومتر وتحت 10 to the power 6، ترجع بتفكر بالرقم، كل واحد مايكرومتر اللي ما بنقدرش نقيسه على المسطره، واحد مايكرومتر بده يساوي 10 to the power 6 يعني مليون متر، هذا حكي مش معقول. اكيد صحيح. أوكي. شكرا دكتور. هلا في اسئله غير هيك؟ دكتور عندي سؤال. اسالي دكتور. هسه مرات بتكون الأرقام كبيرة فصعب قسمتها، فبالامتحان بتجيب لنا أرقام كبيرة نقسمها؟ كل شيء جائز بالامتحان. الأرقام الكبيرة كيف نتعامل معها؟ يا شو اسمك أنت؟ نور. شو كيف نتعامل مع الأرقام الكبيرة يا نور؟ يعني نقسمها يعني ممكن أنه المسافة من هون للشمس بالسنتيمتر قديش؟ ما بعرف. ما بتعرف قديش الرقم الكبير؟ ممكن نستخدم أسس أستاذ. بالضبط، نستخدم البريفكسز اللي أخذناهم. ليش أخذنا البريفكسز؟ يخليك معي يا نور. الرقم هذا اللي قدامك 1.5 10 to minus 7 كيلومتر، هذا رقم صغير كتير، يعني الواحد هذا بدنا نحط قبله 6 صفار بعدين الفاصل عشرية، هذا رقم صغير كتير، عشان ما نكتبه 0.000015 كتبناه 10 to minus 7. فهذا الوسيلة اللي نتعامل مع الأرقام الصغيرة والكبيرة. تمام. أوكي. دكتور. واحد يحكي واحد. الست البنت اللي حكت أول يلا. أوكي. دكتور هلأ بكل الإكزامبلز اللي أخذناهم، أول مثال اضطرينا إنه إحنا نستخدم one virgin factor، وهلأ هنا استخدمنا ثلاث، ممكن يكون في أكثر كمان. لحظة. أول إكزامبل اضطرينا نستخدم إيش؟ فيرجن فاكتور يعني اول اكزامبل. والمره هاي اخر مره هنا يعني استخدمناه مرتين لما احول انا حتى اوصل للقيمه المطلوبه. الكونفرجن فاكتور قصدك؟ طب هو الكونفرجن فاكتور بدك تظل تستخدم الكونفرجن فاكتور حتى تحول اللينت اللي معك الى اللينت اللي بدك اياها، بغض النظر على كم. ما هو شو اللي خلاني استخدم اثنين مثلا بالاكزامبل؟ اوكي يعني ممكن انه استخدم يعني كمان اوصل لحتى اوصل القيمه المطلوبه، ممكن كمان يكون في اكثر من هيك، ممكن حسب العمليه الحسابيه. وحتى شايف العمليه الحسابيه هاي ارد اضربها بكونفرجن فاكتور كمان ثالث ورابع وخامس وسادس، وضل احط كونفرجن فاكتورز قد ما بدي، بحيث اذا بالاخير كل اليونتس اختصرت وظل مايكرومتر بضل الحل صحيح. اوكي دكتور. كونفرجن فاكتور استخدمتي هنا، ليش انا استخدمت اثنين؟
أنا بدي أروح من كيلو لمايكرو. أروح من كيلو لمايكرو بدي المتر بالنص. عشان هيك استخدمت اثنين. حولت الكيلو لمتر بعدين المتر لمايكرو. بالمثال أول تعد density لأنه كان عندي ماس وكان عندي فوليوم. كونفيرجن أحول الماس وكونفيرجن أحول الفوليوم. فاستخدمت اثنين. وأنا حطيت يعني two conversion factors بالإكزامبلز عشان تتعودوا إنه ممكن يكون في اثنين وثلاثة وأربعة. أوكي دكتور يسلم. alright. وإذا حابين توضحوها أكثر هلأ لأنه هذا رح نستخدمها لاحق بشابتر 3. ممكن العملية هاي أعملها بخطوتين. يعني ممكن أضرب ال 1.5 10 to minus 7 مضروبة في 10 to the power 3 meter per kilometer بس وأطلع الجواب. بيطلع الجواب بالميتر صح؟ معي؟ تمام صح. بالميتر باخذ الجواب بالميتر وبضربه بالفاكتور هذا مره ثانيه بكون استخدمت نفس العمليات الحسابيه بس استخدمت خطوتين بدل ما استخدم خطوتين اطلع جواب وارد اضرب واطلع جوابين لا بحطهم عمليه واحده عشان بيصير اسهل على الكالكوليتر وهذا راح نستفيد منه بشابتر 3 بالستويكيومتري لما نعمل حل مسائل كيمياء حل المساله الكيمياء مسألة الكيمياء حلها قد يحتاج لخطوتين أو ثلاثة أو أربعة أحياناً نقدر نحطهم الثلاث أربع خطوات في خطوة واحدة زي هيك وهذا أفضل فنتعود عليه من هلأ كمان أسئلة مرحبا دكتور يعطيك العافية الله عافيك دكتور هاي أول محاضرة بحضرها عندك أنا انتقلت جديد مبروك الله يبارك فيك بس مش عارف وين ألاقي المحاضرات القديمة إذا أنها مسجلة أو إذا إشي تعرف إشي اسمه e-learning؟ آه بتخش على e-learning بتلاقي السلايدات PDF تقراهم من الكتاب وبتسأل إذا عندك أسئلة في تسجيلات طيب؟ تسجيلات الطلاب اللي أنا عم بسجل الطلاب بيسجلوا بحطوا على الجروب تاعاتكم بعرف رتبوا أمورك مع الطلاب أوكي يا ريت بالجروب بس يضيفني ما في داعي أضيفك على الجروب لأنه بتدخل على المحاضرات عن طريق الإيليرنينج كان تفتح الإيليرنينج بيكون في رابط لمحاضرة هذاك اليوم تعمل كليك بتدخل أوكي وفي كمان خليك معي الشاب نفسه اللي معك يا كمان على الإيليرنينج في أول إشي أول سطر في محطوط كود رمز الرمز هذا إذا بدك تخش على التيم تبع المايكروسوفت تيمز تستخدمه بتروح بتضيف حالك على التيم تبع الشعبة أربعة بطلب منك الكود بتدخله بتنضم للتيم وتصير تشوف التسجيلات اللي بحطوها الطلاب على التيمز. أوكي شكرا دكتور. علين. والحكي هذا لكلكم يا طلاب إذا في طالب شفتوا في طالب جديد وسجل جديد وإجا متأخر إذا بده يدخل على التيم تبع المايكروسوفت تيمز يروح للإيليرنينج ويستخدم الكود وينضم للتيم. واللي منكم مش يستخدم الكود. تفضل. الكود نحط نستخدمه بالتيمز صح؟ أروح على التيمز على شعبة أربعة التيم شعبة أربعة تبعتك وبقول له آت تيم يعني بقول له أنه بدك تضيف حالك بطلب منك الكود تحط الكود وتضيفك للتيم شكرا والأسئلة الله يعافيك هلا كيف بدي احدد السيجنيفيكانس للمساله المساله اللي امامك لو بدنا نحدد السيجنيفيكانس فيجرز فيها شو بنعمل خليكي معي جاوبيني كمان كيف بدي اعرف كم سيجنيفيكانس فيجر لازم يكون بالجواب نطلع على العمليات اللي عندي شو هم صح بنطلع بنشوف شو العمليه اللي بستخدمها وبنطبق الرول تبعها شو اللي عندي هون الضرب وقسمه كله صح معناه بستخدم الرول تبع الضرب والقسم شو الرول تبع الضرب والقسم في significant figures فبعد significant figures اطفوا الميكروفونات كمان مرة هون كم significant figure عندي هون اثنين هون ما في واحد ليش الباور ما بنحسبها مش هذول conversion factors اه ما بيدخلوا ضمن الحسابات هذول فيهم infinite number يعني عدد كبير
إذا ظل أقل عدد هذا اثنين، إذا الجواب لازم يكون فيه اثنين سيجنيفيكانت. إذا كان العملية فيها جمع وطرح أو إذا كانت عملية جمع بأخذ fewest number of decimal places، بعد decimal places هنا في 1 decimal place الجواب لازم يكون في 1 decimal place. تمام يعطيك العافية. أهلا. ضل أسئلة؟ دكتور عندي سؤال. أحكي. دكتور في المحاضرة اللي قبل 3 oranges أنت كاتب infinite significant figure كيف؟ لما بقول لك في عندي على هالطاولة 3 برتقالات تخيل الوضع أنت كم برتقال اللي على الطاولة؟ هل ممكن يكون 3 برتقالات وحز مثلا؟ أو 3.5 أو 3.25 واحد مقسمة؟ ولا رح يكونوا 3 حبات؟ 3 رح يكون إيش؟ 3 حبات رح يكونوا بس 3 حبات مستحيل. يعني بدي أقول لك بالضبط قديش موجود على الطاولة، بتقول لي بالضبط 3 3.000000 يعني لو بعد بعد 100 صفر لو حطيت واحد بطلوا 3 حبات صح؟ فهذا exact number اللي هو counting objects. حكينا counting objects هي هاي من ال exact numbers، لما بتعد الأشياء 1 2 3 أعداد صحيحة 100% هاي exact number infinite number. زي العشر أس 3 صح؟ زي العشر أس 3 هاي ما إلها علاقة بالsignificant figures ولا يعني هون 10^-7 اللي قدامك هاي لما نعد significant figures بناخذ الاثنين هذول بس ما نحسبها. الـ exponents ما لهم علاقة بالsignificant figures، بيدلوك بس وين موقع الفاصلة. طب 10^3 بتضل مي هاي conversion factor اللي هون، يعني في قبليها رقم، هاي في قبليها 1.0000 يعني في قبليها 1000.0000 هاي conversion factor. بس تنحسب صح؟ شو تنحسب؟ هي شو نحسبها؟ ايه يعني significant figure؟ اه يا رجل ما لها علاقة بالsignificant figures، الexponents ما لهم علاقة، الأرقام اللي قبلها اللي بتنحسب بالsignificant. يعني العشرة هاي في قبلها 1 × 10^-3 الواحد اللي بنحسب، بس ما هواش 1 significant figure لأنه conversion factor exact number infinite number of sig figs. غيره ما ضل أسئلة؟ إذا ما ضل أسئلة خلينا نروح نجيب atoms, ions, molecules. طالع عندكم الباوربوينت هلا؟ لا ما في؟ لا ما بس صورة آخر سلايد. لا ما هي السلايد اللي قبل شرحتها. اوكي هلا باينه؟ هيك تمام. Chapter 2. Chapter 2. Yes. Okay. حنبلش اليوم Chapter 2. نعم.
بعد معانا وقت هي من 11:30 للوحدة، بعد نص ساعة من وقت المحاضرة ناخذ جزء من chapter 2. نبلش المحاضرة كمان مرة، ما راح أسكر الميكروفونات، فقط لما الطالب بده يسأل يفتح ميكروفونه، وبعدين خلوه مسكر طول الوقت، ما بدي إزعاجه. chapter 2 نعم هتنزل لي دقيقة Chapter 2 الاتومز مولكيولز اند ايونز. يعني اضطريت اسكر الميكروفونات هلا لانه كانوا اثنين يحكوا مع بعض، قديش نبهنا وما حدا عم يسمع، فبضطر اسكر الميكروفونات، وما راح يجيني فيدباك منكم، ولا سامعين مش سامعين، سريع بطيء ما راح يجيني، فراح اضل ماشي انا اي دونت كير، لانه انتم مش عم تلتزموا، يعني انتم مش عم بتساعدوا حالكم، فاذا انتم ما ساعدتوا حالكم انا ما راح اقدر اساعدكم. فبالشابتر هاد هو شابتر قصير راح ناخذ فيه بس تو سيكشنز، الاتومز مولكيولز اند ايونز. السكشن الاول اللي راح ناخذه اللي هو سكشن 5 شابتر 2 سكشن 5 اللي هو بيحكي عن البيريودك تيبل، كيف نوضع البيريودك تيبل، شو نستفيد منه ككيميائيين. والسكشن اللي بعده نحكي عن الايونز والايونيك، كيف تتكون المركبات سواء الايونيك كومباوندز او المولكيولر كومباوندز. فبالسكشن الاول بالشابتر بالسيلابس اللي هو سكشن 5 بالشابتر سكشن 25 بيحكي عن البيريودك تيبل. ليش سموه بيريودك تيبل؟ لما اخذوا العناصر الكيماويه قبل ما نحكي، خلينا نحكي شو الجدول، شو بيكون موجود الجدول الدوري، بتطلعوا عليه بتلاقوا انه هو عباره عن تيبل، زي من اسمه تيبل جدول يعني. والجدول فيه خط افقي اللي هو رو بنسميه، وفي خط عمودي اللي هو كولوم. ففي عندي روز وكولومز، ومكون منها المربعات هذول اللي بيكون فيهم اسامي الاليمنتس. في كل مربع بالجدول الدوري راح تلاقوا بالوسط مكتوب الرمز symbol of the element الاتوميك symbol. الكي هذا رمز البوتاسيوم، بيكون ان اي للصوديوم في مربع الصوديوم، بيكون اتش للهيدروجين، او للاكسجين اند سو. وفوق الرمز عاده هذا البيسك بيريودك تيبل بيكون فيها ثلاث شغلات هذول symbol of the atom والاتوميك نمبر، يعني البوتاسيوم الاتوميك نمبر له 19، الاتوميك نمبر اللي هو number of protons in the nucleus، number of electrons in the shells، يعني راح يكون عندي 19 electrons around the potassium atom، وتحتيه بيكون عندي الاتوميك ماس الوزن الذري تاع العنصر. فكل هالمربعات اللي بتشوفوها بالجدول دور لازم تحتوي اتليست هالثلاث معلومات هذول symbol atomic number and atomic mass. وحسب لايش بده يستخدم الجدول الدوري الواحد، ممكن يكون واحده منهم مش موجوده او ممكن التنتين. وفي بعض جداول دوريه بتكون كومبريهنسيف بيكون فيها معلومات كثير، بحطوا لك حتى الالكترون كونفيجريشن والدنسيتي وال شغلات كثير يعني. بس بيهمني نعرف انه هذول ثلاث شغلات اساسيات موجودين بكل جدول دوري، وبيكون العناصر الموجودين ضمن هالمربعات هاي مكتوبة هالمعلومات هاي. كيف حطوا العناصر هذول هون بالجدول الدوري؟ من ملاحظاتهم لما رتبوا العناصر according to their atomic number according to increasing atomic number، حطوا العناصر جنب بعضهم واحد جنب الثاني حسب الاتوميك نمبر. أول عنصر كان الهيدروجين atomic number إله واحد، يعني one proton one electron. العنصر الثاني اثنين اللي هو كان الهيليوم two electrons. العنصر الثالث الليثيوم 3 protons 3 electrons 4 5 6 ومشوا فيهم صفطوهم زي بعض هيك ودرسوا خواص الاليمنتس هذول. لاحظوا ملاحظه انه كل ما بيكون عندي non reactive gas، لاحظوا الهيليوم non reactive gas، مباشره بعديه بيجي soft reactive metal، بعدين الرياكتيفيتي بتبلش تقل للعنصر رقم 4 5 6 7 8 9 ب 10 صارت عم بتقل صار non reactive. بعد النون رياكتيف هذا رجع طلع عندهم سوفت رياكتيف متل رقم 11، صارت تقل حتى وصلنا للاربن نون رياكتيف، طلع بعديه سوفت رياكتيف متل.
فإجوا رتبوها according to increasing atomic number. لكن لما صار في عندي تكرار بالخواص هذا اللي هو periodicity repeating pattern of reactivity أو periodicity، يعني في خاصية معينة عم تتكرر بانتظام periodically بانتظام، فالخاصية هاي تتكرر بين كل فترة وفترة، فإجوا رتبوهم. لما انتهوا بـ non-reactive gas بلشوا بعديه وحطوا الليثيوم بسطر جديد، وانتهوا بـ non-reactive gas ثاني طلع تحت الـ non-reactive gas اللي قبليه. هلا بعديه هذا في reactive metal، reactive metal حطوه تحت صاحبه الأولاني يعني الصوديوم، حطوه تحت الليثيوم. بعد الأرجون طلع عندنا البوتاسيوم، حطوه تحت الصوديوم. بعد الكريبتون طلع and so on. فرتبوا العناصر according to increasing atomic number، وبحيث انه كل عناصر لها خواص متشابهة طلعت تحت بعضها. فطلع الليثيوم البوتاسيوم تحتيه الروبيديوم سيزيوم الفرانسيوم and so on. هلا بعد الليثيوم طلع البيريديوم اللي هو 4، بعد الصوديوم بيقابله المغنيسيوم بصير المغنيسيوم تحت البيريديوم and so on. فرتبوا العناصر إذن حسب الperiodicity of their reactivity. reactivity بتتكرر بباترن معين، عشان هيك سموه الperiodic table. طبعا كان في أشكال كتير للperiodic table غير الشكل هذا، بس كان هذا أحسن واحد وأكثر يعني هو أكثر واحد معبر عن خواص العناصر الكيميائية. في يعني ناس تفننوا كتير برسم الجدول الدوري وطلع أشكال كتير يعني، بس هذا الشكل الفاينل شيب المعتمد تقريبا عند كل الكيمست. فنرجع مرة للجدول الدوري هذا مرة تانية. حكينا في عنا horizontal rows للسطر الأفقي، هذا كل horizontal row بالجدول الدوري رح نسميه احنا بأعراضنا الكيماوية period، اسمه period. فالجدول الدوري هذا فيه one period، هاي ال period number one اللي فيها الهيدروجين والهيليوم، period number two lithium to neon، period number three sodium to argon، period number four potassium to krypton، five six seven. فبالجدول الدوري في عندي 7 period، يعني 6 خطوط، 7 periods، 7 خطوط أو 7 صفوف موجودين فيه. كل عمود منهم رح نسميه group column، اسمه group. هذول الجروبز، الجروبز هذول عددهم أكبر شوي. في عندي 1 2 3 4، في عندنا هون 18 group، 18 جروب. إذا منحط هذولا بصيروا أكثر. الجروبز تسميتهم في أكثر من تسمية للجروبز، في الأوروبيين بسموهم شكل، والأي وباك اقترح تسمية تختلف عنهم. الأوروبيين بسموهم جروب A و B، بقسموهم الجروب الأولى هاي والثانية بيعطوها 1A و 2A، هي هذا جروب 1A جروب 2A. بعدين بقفزوا لهون بسموه 3A 4A 5A 2 8A، وهذولا بيبدوا 1B 2B 3A 4B 5B 2 10، هذا 8 9 10 B، ومسموهم 8 B. هذولا في أساس لها تسميات، هذولا الأكسيديشن نمبر تاعهم بتحكم كم يكون فيهم. فالتسمية الثانية اللي معتمدة من الـ A وباك إنه برقموهم من واحد إلى هاي جروب نمبر 1 جروب نمبر 2 جروب نمبر 3، هلا هاي جروب يا نمبر 4 5 6 7 ل 18، اما 1A to 8A 1B to 8B to 10B صراحه 18 جروب، او بنسميهم 1 2 3 to 8. هذول اللي بالدوره period 6 and period 7 هذول موقعهم هون بالفتحه هاي الصغيره، يعني هذا element number 57 هذا element number 58، يعني هذول كلهم لازم نشيلهم، لازم نبعد هذول هيك ونحطهم هون. بس إذا حطينا هذول بهالفراغة بصير الجدول الدوري يطلع من الصفحة. فكونه بالكيمياء قليل استخدامه هذول، بجوز بس لأغراض البحث وما إلى آخره، يعني نادر ما ينحكى عنهم. فعشان نصغر الجدول الدوري يظل within the page بيشيلوا هال two periods هذول من 57 ل 71 و 92 103، نزلوهم تحت عشان يظل البيريد كتاب الحجم مقبول وبنفس الصفحة.
العناصر اللي بالجدول الدوري كمان بيقسموها لثلاث أنواع زي ما أنتم شايفين هنا حسب اللون. اللي باللون الأخضر هذول كلهم وهي الغالبية العظمى من العناصر هي بيسموها metals يعني فلزات، خواص الفلزية معروفة لكم، كلهم بيكونوا مثلا لهم لستر لمعة، كلهم بيكونوا solids ما عدا طبعا الميركوري. الميركوري هي ليكويد conductive بيوصل كهرباء، هش وضع باريتج يعني خواص الفلزات معروفة. واللي على الطرف الأيمن هذا العدد شوي القليل هذا اللي هو باللون الأزرق اللي هم النون ميتلز اللا فلزات، وعلى هالخط اللاين هذا الدياجونال الزجزاج هذا بيسموهم ميتالويدز أو سيماي ميتلز أشباه الفلزات. إذا فلزات الغالبية العظمى، لا فلزات ولا أشباه الفلزات، ميتلز نون ميتلز and ميتالويدز، هذول لهم خواص معينة، هذول لهم خواص تختلف، هذول خواصهم بين التنتين أشباه فلزات. كمان إشي نتعرف عليه بالجدول الدوري إنه الجروبس في بعض الجروبس إلها أسماء محددة مثل جروب نمبر 1 يسموها الألكالي ميتلز القلويات الترابية، جروب نمبر 2 نسميها الألكالي إيرث ميتل، جروب 6 اسمها الشالكوجينز، جروب 7 الهالوجينز، وجروب 8 النوبل غاسز. هذول الأسامي تحفظ لها وتعرفوهم يعني أسامي بعض الجروبس هذول. فصار عندي 7 periods in the periodic table 18 group اللي موجودين فيه اللي هم إما منتبع تسمية الـ AB group أو الـ 1 to 18 أسامي الـ groups زي ما هم أمامكم، ومنقسمهم لـ metals الغالبية العظمى، non-metals و semi-metals. هلأ كمان ترتيب العناصر بالشكل هذا اللي حتمه اللي هو الإلكترون كونفيجريشن، إذا مرتب الإلكترون كونفيجريشن كمان بيعطيني فكرة عن ليش الصوديوم إجا تحت الليثيوم والبوتاسيوم إجا تحت الصوديوم والمغنيسيوم إجا تحت البريليوم، لأنه نتيجة الإلكترون كونفيجريشن، الإلكترون كونفيجريشن بيحدد الكيميكال بروبرتيز، فبيكونوا الإليمنتس إن ذا سيم جروب بيكون لهم ذا سيم إلكترون كونفيجريشن، هم راح يكون لهم سيميلر فيزيكال أند كيميكال بروبرتيز. فنيجي نوزع الإلكترونات بالعناصر اللي موجودة بالجدول الدوري. بعد ما نوزعهم هلا رح نصير نعرف نوزع الإلكترونات حسب موقع العنصر بالجدول الدوري. فهذا الجدول الدوري بدنا نعبي الإلكترونات بالمدارات، معلومات قديمة عندكم للمدرسة تعرفوا أنه الأوربيتلز ببلشوا ب1S هذا شيل نمبر 1 ورح يكون فيه 1 أوربيتل اللي هو 1S أوربيتل، هذا شيل نمبر 2 رح يكون فيه 2 أوربيتلز الS والP وحنسميهم 2S و 2P اللي هو هذا حسب الشيل. هلا شيل نمبر 3 بصيروا 3S 3P 3D، شيل نمبر 4 4S 4P، ومنعبيهم بالترتيب مع مراعاة انه الـ 3S الـ 4S اقل طاقة من الـ 3D منعبيه قبل، والـ 5S قبل الـ 4D and so on. فبدنا نبلش نعبي الالكترونات. اول عنصر عندي بالجدول الدوري اتوميك نمبر 1 الهيدروجين عنده 1 الكترون، فالالكترون هذا لما يجي على ذره الهيدروجين، الهيدروجين فيها هي في بيريود نمبر 1 يعني موجود فيها اونلي 1 شيل، فالبيريود نمبر بيقول لي كم شيل موجود بهالاليمنت هذا، فالاليمنتس اللي ببيريود نمبر 2 كلهم راح يكون موجود فيهم 2 شيلز شيل 1 وشيل 2، اللي في بيريود 3 راح يكون فيهم 3 شيلز شيل 1 شيل 2 and شيل 3، وفي period 4 راح يكونوا 4 shells and so on. فالهيدروجين كانوا في shell number 1 راح يكون عنده في period number 1 راح يكون عنده 1 shell، الشيل هذا راح يكون فيه only 1 orbital اللي هو الـ S orbital، الـ S orbital الماكسيمم capacity تاعه 2 electrons، أنا عندي 1 electron بالهيدروجين راح يروح على الـ S orbital هذا، فبصير الإلكترون configuration للهيدروجين إنه عندي 1 electron موجود بالS orbital اللي موجود بشيل نمبر 1 فبصير 1S1 هي 1S1 ال1 الفيرست 1 هاي الاولى الكبيره اللي هي الشيل نمبر، الS اللي هو الاوربيتال ان ذات شيل دي S orbital ان شيل 1، والواحد هاي السوبر سكريبت بتعبر عن تعطيني عدد الالكترونات اللي موجودين في هالاوربيتال هذا. هلا اذا بنروح للعنصر نمبر 2 اللي هو بصير الهيليوم، بصير عندي 2 الكترونز، الالكترون الثاني للهيليوم وين راح يروح؟ الهيليوم بعده بشيل نمبر 1 راح يضل 1s وما في غير الاس راح يضل 1s، وكون الاس اوربيتال بيسع الكترون اذا بنقدر نحشر هالالكترون الثاني للهيليوم بنفس الاوربيتال هذا، فبصير عندي الكترونين 2 الكترونز ان ذا اس اوربيتال ان شيل نمبر 1، بصير الالكترون كونفيجريشن 1s2.
هلا اذا ضفنا الكترون ثالث صار شيل نمبر 1 فل حياته الولاس. الكترون الثالث ما له محل نضيفه فلازم يروح على شيل نمبر، فبنفتح شيل نمبر جديد يعني بنروح على بيريد جديده صار شيل نمبر 2 بصير اعبي الالكترونات في صار بيريد نمبر 2 بصير اعبي الالكترونات في شيل نمبر 2. شيل نمبر 2 بيبدا بالاس اوربيتال يعني اللي هو 2s. اذا الالكترون الثالث اللي انا اضفته راح يجي على 2s اوربيتال ويصير الالكترون كونفيجريشن للليثيوم 2s1. بس الليثيوم عنده 3 الكترونات يعني مفروغ منه، او نعرف انه الالكترون كونفيجريشن الليثيوم بينتهي ب 2s1 لكن عنده ال 1s فل 1s2 يعني هذا موجود بالليثيوم 1 1s2 2s1. بس بالجدول هذا ما راح نكتب الا الشيل اللي بنضيف عليه الالكترون، الفل كومبليت شيل ما راح نذكره. فهذا بيكون شيل 1 نمبر 1 كومبليت بالليثيوم فيه الكترونين موجوده هناك بنخليه، بس بنحط الاوربيتالز اللي راح نضيف عليهم الالكترون. الكترون الرابع اذا نضيف الرابع بصير عند البريليوم، بريليوم الرابع راح يروح وين؟ هلا عندي ثلاثة وفي عندي مجال لكمان الكترون بال 2s بحطه بال 2s بصير عندي 2s2. بكمل هلا الالكترون الخامس وين بده يروح؟ ال 2s2 تعبى طبعا كمان هون ال 1s 2s2 هذا في قبليه 1s2 2s2 هذا بيكون الكترون كونفيجريشن للبريليوم، لكن هذا الكونفيجريشن لللاست شيل اللي بضيف فيه الالكترون. إذا بضيف إلكترون خامس نمبر 5 ما في له محل بده يروح على بعدها بنفس الشيل لكن بيروح على أوربيتال جديد بالشيل، الأوربيتال الجديد بالشيل نمبر 2 هو البي، فراح انتقلنا من 2A ل 3B. فبصير أنا هلا بالإليمنت راح يكون موجود بالبلاك هذا راح أسميه P بلاك إليمنت، يعني هذول العناصر اللي ببلش أعبي الإلكترونات في البي بلاك، هذول بعبي الكتروناتهم في الاس بلوك. فالالكترون الخامس ما له محل بال 2s بيروح على 2p، كم الكترون عندي؟ واحد بصير 2p1. لاحظوا هذا العنصر هو رقم واحد بالبي بلوك راح يكون فيه 1 الكترون ان ذا بي. اذا بده يكون الكونفيجريشن تاعه ال 2s فيه الكترونين من هون، ال 2p راح يكون فيه الكترون واحد 2p1 فبصير 2s2 2p1. اذا بضيف كمان الكترون بصير element number 2 in the p block لازم يكون في عنده 2 electrons in the p orbital بصير 2s2 2p2. هذا number 3 in the p block بده يكون عنده 3 electrons in the p orbital بصير 2s2 2p3 بصير هذا 2s2 2p4 2s2 2p5 2s2 2p6. اكتمل الشيل هذا صار عنده 8 صار مكتمل خلص ما عاد ياخذ الكترونات صار نوبل غاز. هلا اذا بيجيني الالكترون نمبر 11 ما ضل له محل 2p6 تعبى وين بده يروح؟ بده يروح على شيل جديد يعني بدنا نفتح شيل جديد يعني بيريد جديد بنروح على بيريد 3 شيل نمبر 3. هالالكترون رقم 11 راح يروح على ال 3s بالصوديوم فبصير 3s1 لكن أسيل دخلت أسيل في أسئلة يا شباب؟ بس دكتور قبل شوي أنت عملت ميوت وصوتك راح معنا ما بعرف إذا طبيعي زمان؟ لا لا يمكن قبل دقيقة بس فقط. طيب في أي مشاكل؟ ما هو هاي مشكلة إنه لما بعمل ميوت أول ما بيجيني فيدباك منكم وإنتوا مش عم تلتزموا معي. فمرة تانية للمرة الأخيرة رجاء إنه ما حد يفتح الميكروفون تاعه إلا فقط اللي بده يسأل سؤال، يعني بدك تحكي مع زميلك تسأل زميلك إشي بس مش مسموح لك لأنه محاضرة هاي. لو كنا في الصف لو كنا في قاعة الصف وتحكي مع زميلك وطلعك برا هون ما عندي وسيلة بقدر ألغيك من التيم، بس كمان هذا مش تصرف غير لائق يعني. فأرجو إنكم تلتزموا تساعدوا حالكم شوي وتضلوا ملتزمين بإغلاق الميكروفونات عشان ما يصير في تشويش. صحيح. Any question? دكتور يعني الاس بس ساعات
سعتها 1 إلكترون. كمان مرة. الأس سعتها 1 إلكترون. أس؟ الأس. الأس بيأخذ 2 إلكترونين. سعة الأس أوربيتال ماكسيموم 2 إلكترونز. البي أوربيتال سعته ماكسيموم 6 أوربيتالز. والدي بيأخذ 10. 2 6 10. ترس العنصر بي. عنصر ب رقم 5. هسه بالشل 1 الاس بها 2 وشل 2 الاس كمان 2 والبي 1 صح هيك. نعم. هو كونه ما بديش تحفظون حفظ. بدي من موقع العنصر بالجدول الدوري احدد الاكس كونفيجريشن. كونه في بيريد نمبر 2 اذا عنده 2 شيلز واللي بكتبهم انا هون هم الشل الاخير الشل الثاني هيو 2S و 2P معناه شيل 1 عنده موجود وفل لازم يكون قبل هذول في 1S2 يعني احنا منعبي بالبورون هنا منعبي 2S2 2P1 بس هذا موجود ومليان في إلكترونين اوكي الشيل 1 ما بعبيه يا حبيبي موجود ضمنا بس ما بكتبه هون عشان بس المحل يعني بنكتب احنا هنا فقط الشيل اللي منضيف عليه الإلكترون الكمبليت شيلز ما رح اذكرها لكن هي موجودة يعني هو المفروض يكون 5 يس لانه احنا في بيريود 2 هذا شيل نمبر 2 معناه عنده الكترونين في شيل نمبر 1 فصاروا 5 هذا قديش فيه هنا 2 و5 7 وعنده بالشيل 1 2 بصير 9 9 هاي 9 فوق الفلورين عدد الالكترون ما راح يتغير بضل ثابت تمام دكتور اشكرك مره ثانيه لما بصير برقم 10 صار عندي 2s2 2p6 مع العلم انه في عندي بال 1s2 كمان هلا الكترون نمبر 11 بده شل جديد وبده اوربيتال فبروح على شل جديد شل نمبر 3 يعني بيريد نمبر 3 فبروح على بيريد نمبر 3 وشل نمبر 3 راح يكون اول اوربيتال فيه هو الاس هل الكترون رقم 11 راح يجي على الاس هذا فبصير الالكترون كونفيجريشن للصوديوم 3s1 هيا 3s1 لكن هو في الواقع عنده بشيل نمبر 2 عنده 8 إلكترونز وبشيل نمبر 1 عنده 2 2 و 8 10 وهي 1 11 موجودين بس مرة تانية ما بكتب إلا الأوربيتز اللي بشيل اللي أنا بعبي فيه الإلكترونات اللي راح نسميه بعد شوي الفيلانس شيل إذا صار الكونفيجريشن للصوديوم 3S2 3S1 اللي بعد رقم 12 بصير 3S2 هلأ كمان إلكترون ما في مجال أحطه بالـ3S1 بدور على الـ3P إذا بنتقل على الـP بلوك الألومينوم نمبر 1 in the P بلوك بده يكون فيه 1 إلكترون in the P بصير 3S2 3P1 3S2 3P2 3S2 3P3 and so on حتى أوصل الأرجون 18 بعدين بعد الـ18 بحتاج لشيل جديد بصير شيل نمبر 4 شيل نمبر 5 شيل نمبر 6 and so on فإذا بتلاحظوا هلأ كل الإليمنتس اللي بجروب 1 او 1A كلهم الكونفيجريشن تاعهم بنتهي ب S1 configuration هاي 1S1 2S1 3S1 4S1 5S1 فراح اسميه الكونفيجريشن لجروب 1 NS1 configuration كلهم لهم NS1 configuration بنتهوا ب S1 configuration الفرق بين واحد والثاني فقط هو N اللي هو الشيل او البيريد نمبر يعني اذا كنا بنحكي عن period number 3 بيكون ان 3 وعن period number 5 بيكون ان 1 5 5s1 5s2 and so هذول راح ينتهوا ب ns2 2s2 3s2 هذول كلهم راح ينتهوا ب ns2 np1 ns2 np1 اي ns2 np1 4s2 4p1 5s2 4p1 الان هون هي البيريد نمبر مرة تانية هون 2 هون 3 هون 4 هذا كله بينتهي ب NS2 NP2 هذول بينتهي ب NS2 NP3 NS2 NP4 and so إذا هلأ عشان هيك صاروا كلهم إلهم the same the elements in the same group إلهم the same electron configuration يعني بيكون إلهم same أو similar chemical and physical properties هلأ هدول الشيلز اللي كتبناهم بالجدول الدوري هدول هم آخر شيل أضفنا عليه إلكترونات آخر شيل منضيف إلكترونات بنسميه الفالنس شيل فالNS والNSMP هدول اسمهم الفالنس شيلز والإلكترونات اللي موجودة فيهم وأنا في عندي 2 وهون 1 3 هدول نسميهم الفالنس إلكترونز
الشيل هو الفالنس شيل، والإلكترونات اللي فيه يكون اسمها الفالنس إلكترونز. فإذا جينا نشوف الفالنس إلكترونز لكل إليمنت هنا، نروح مثلاً على البي. البي كم فالنس إلكترون عنده؟ أيات الفالنس شيل تاعه 3 اللي هو 3s3p، وموجود عنده 3s2 و3p3. كم فالنس شيل صار عنده؟ 5 فالنس شيل، صح؟ 2 3. وين موجود البي؟ في 5a، بجروب 5a البرومين موجود عنده 2. إذا عنده 7 إلكترونز، هو موجود في جروب 7. إذا الجروب نمبر بيدلنا على النمبر of valence electrons of that element. فإذا باخذ مثلا البورون، البورون بجروب 3 لازم يكون عنده 3 valence electrons، سياتهم 2 و 1 3. السيلينيوم، السيلينيوم عنده 2 plus 4 6، إذا لازم يكون موجود في جروب 6، هيو في جروب 6. إذا باخد أي عنصر، مثلاً ناخد الزينون، كم فالنس شيل موجود بالزينون؟ الزينون موجود ب جروب 8، إذا لازم يكون عنده 8 فالنس إلكترونز، 2 plus 6 8. هذا موجود في جروب 2. دكتور نعم أسأل مقاطعة، هذا المفروض نحفظهم ولا لا؟ إذا الجدول الدوري معك، الجدول الدوري بيكون معك بالانتحاء، ما في داعي تحفظه. شوف العنصر شو اللي جروب تبعته على طول بتعرف. أوكي alright. هلا بدي اخذ اكزامبل، تطلعوش على الالكترون كونفيجريشن، بدي اخذ الجي اي الجرمانيوم، لا تطلع على الكونفيجريشن تاعه، بدي احدد الالكترون كونفيجريشن تاعه من موقعه بالجدول الدوري. بتطلع على الجرمانيوم وين هو موجود، زي ما حكينا هذول بسميهم الاس بلوك اليمنتس لانه الكتروناتهم بالاس اوربيتال، وهذول اسمهم البي بلوك اليمنتس والكتروناتهم بضيفها على البي اوربيتال، أضيفه مع البي أوربيتال، لكن في الأس قبليه بيكون مليان. أوكي، فلما بروح على الجرمانيوم، هذا الجرمانيوم موجود بالبي بلاك، إذا بدي ينتهي الكونفيجريشن تاعه بي أس بي لأنه الأس اللي قبل البي موجود. طيب هو بأي بيريود عنده؟ عندي 1 2 3 4، هو موجود في 4، إذا لازم ينتهي الكونفيجريشن تاع الجرمانيوم ب 4s 4p، كونه آخر إلكترون أضفناه على البي، إذن الأس تاعه الفور أس لازم يكون فل، لازم 4s2. البي كم أوربت، كم إلكترون لازم يكون بالبي أوربيتال؟ الجرمانيوم هو رقم 2 بالبي بلاك، هذا رقم 1 هذا 2، لازم يكون إلكترونين بالبي أوربيتال، فلازم يكون ترتيبه أو الكونفيجريشن تاعه 4s2 4p2، وهي 4s2 4p2. هلا أخذ هذا الأستاتين، الأستاتين برضو بالبي بلوك، هو في بيريود نمبر 6، إذا بدي أنت 6s 6p 6s 6p، ال 6s لازم يكون فيه إلكترونين، 6s2 بضل 6p، كم إلكترون بالبي؟ الأستاتين هو العنصر رقم 1 2 3 4 5، إذا لازم يكون 5 إلكترون بالبي، إذا بده يكون ترتيبه أو الكونفيجريشن تاعه 6s2 6p5، وهي 6s2 6p5. من موقع العنصر بعرف الكونفيجر هذا بجروب 2 وهو في بيريد 5 5s2، هذا بجروب 1 وبيريد 4 لازم يكون 4s1، هذا بجروب 1 وبيريد 7 7s1، هذا بجروب 4 ونمبر 2 بالبي بلاك بده يكون 4s2 4p2، هذا بده يكون 5s2 5p5. على طول من موقعه بالجدول الدوري بقدر اكتب الالكترون كونفيجريشن تاعه. واضح الشغل؟ واضحين؟ واضح تمام، واضح. جربوا عليهم هاي تمام. هلا بعطيك مجال تسأل، حكيناهم سابقا انه قسم الاليمنتس سموهم لا ميتلز اللي هم اللي باللون الاخضر الجزء الكبير هذا، ونون ميتلز اللي هم بالازرق، والدياجونال لاينز زيجزاج هذا اللي هو سيماي ميتلز او الميتلز. هاي المعلومه حكيناها. الموضوع هذا بتوقف عنده للمحاضرة الجاية لأنه بعد دقيقتين فقط من وقت المحاضرة. اللي ما عنده سؤال هلا، اللي ما عنده سؤال بيقدر يعمل ليف يطلع من الاجتماع. اللي ما عنده سؤال يلا يعطيك العافية دكتور. دكتور يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك جميعا، الله معاكم. اسأل يلي عندك سؤال دكتور. سؤال اسأل. ما سؤال بصير إذا في مجال اسأل. متى الدي والاف متى نستخدمهن غير الاس والبي؟ الدي والاف
هو لو ظليتك ماشي معي انت خلينا ارجع لك على السلايد. شايف السلايد هلا؟ نعم. هلا لما بتخلص شيل نمبر 2 بتروح على شيل نمبر 3. تمام. شيل نمبر 3 لما بتعبي 2 بالاس 6 بالبي 3 بي وين بدك تروح بعديها؟ على 10 اللي بدي 3S 3P هاي ال 3S 3P اوكي؟ هلا يعني بصير رقم 19. الرقم 19 وين بده يروح؟ بده يروح على بيريد جديده بس بالبيريد الجديده بده يروح على هون اللي هو هذا جروب 1 يعني بدك تروح على ال 4S حط اول الكترون بال 4S وثاني الكترون بال 4S الالكترون اللي بعديهم راح يروح على ال 3D لأن يعني الفور أس طاقته أقل من 3D من عبيه بعدين نرجع ل 3D تمام. والأف نفس الإشي الأف بتصير هون بهذول أف 14 صح؟ آه 14 تمام. يعني الآن بتمثل البيريود إيه؟ الآن الآن هي نمبر بيريود نمبر أو الشيل نمبر تمام. يلا شباب اللي ما عنده شغل يعمل ليف رجاءا هذا السؤال يسأل دكتور الشابتر متى راح تبعثه؟ الشابتر هذا نازل لا بس نزلت لنا الشابتر الأول كان على الإيرنينج ثواني نازل على الإيرنينج